ورق أخضر مع مروان خالد. السلام عليكم. قرأت في سورة الروم: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ثم سألت نفسي: يا ترى من أين جاءت تسمية وقت الظهر تظهرون؟ وتعاقبت بعد هذا السؤال أسئلة وتساؤلات أخرى، منها: ما علاقتها بالظهر والظهور والمظاهرات والمظهر والظهير والظاهرة والظهري والظهار؟ ثم وجدت نفسي ميمما صوب مقاييس لغة ابن فارس لأجد الظاء والهاء والراء. وجدت الظاء والهاء والراء أصلا يدل على قوة وبروز، تقول للشيء ظهر إذا برز، وأظهرت الشيء بينته، ولذلك سمي وقت الظهر والظهيرة، وهو أظهر أوقات النهار وأضوأها. والأصل فيه كله ظهر الإنسان، أي خلاف بطنه، وهو يجمع معنى البروز ومعنى القوة. يقال للركاب الظهر لأن الذي يحمل منها الشيء ظهورها، فالحمير والبغال وغيرها إنما تحمل الأشياء فوق ظهورها، لذلك أسموها ظهرا. الظهير المعين، كأنه أسند ظهره إلى ظهرك وأعانك. إليكم هذا المعنى: الظهيرة العين الجاحظة. نكمل: الظهار عزيزي قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، وهي كلمة كانوا يقولونها ويريدون بها الفراق، وهي منكر من القول وزور، حرمه الله في سورة المجادلة. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. يقولون تظاهر القوم، أي ولى كل واحد منهم ظهره إلى صاحبه، تخاصموا. الظهور الغلبة، تقول: أظهره الله على عدوه، أي غلبه، قال الله تعالى: فأصبحوا ظاهرين، أي غالبين. ما معنى الظهري؟ الظهري عزيزي هو كل شيء تجعله بظهر، أي تنساه، كأنك قد جعلته خلف ظهرك إعراضا عنه وتركا له، قال الله سبحانه وتعالى: واتخذتموه وراءكم ظهريا. ونقول: ظهرت البيت، أي علوته، وإذا أظهرت بفلان أي أعلنت به. وإذا أظهرنا أيضا يمكن أن نستعملها بمعنى أننا سرنا في وقت الظهر. إليكم هذه السياقات الاستعمالية للظهر أيضا. يقولون: استظهر به، أي استعان به، وظهرت عليه أعنته، وظهر علي أعانني، وتظاهروا عليه تعاونوا. إذن التظاهر قد تأتي بمعنى التعاون، بل هي كذلك. والمظاهرة المعاونة، لأنهم يخرجون ويساعد كل واحد منهم الآخر. ويقولون: أعطاه عن ظهر يد، أي أعطاه ابتداء بلا مكافأة. يقولون: قلبت الأمر ظهرا لبطن، أي أنعمت فيه وفي تدبره. عندما تسافر لتسكن عند بعض الناس فإنك قد تستعمل هذه الجملة، فتقول: سأقيم بين ظهرانيهم أو أظهرهم، يعني بينهم. حسنا، سأسأل: ما الرجل الظهير والمظهور؟ إنه رجل يشتكي وجع ظهره. الظهر عزيزي مصدر قولك ظهر الرجل، أعيد، ظهر الرجل بالكسر إذا اشتكى ظهره، ظهر الرجل بالكسر إذا اشتكى ظهره. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل من ابتلي بظهر في ظهره. دمتم بخير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورق أخضر مع مروان خالد.